مصادر طبية وأخرى في الحراك الجنوبي لوكالة فرانس بريس مقتل أحد الناشطين من الحراك وإصابة اثنين بجروح اليوم في مواجهات مع قوات الأمن في عدن جنوب اليمن. وللمزيد ينضم إلينا من عدن مراسل الجزيرة أحمد الشلفي. أحمد، ما ملابسات ما جرى اليوم في عدن؟ نعم، في وقت مبكر من صباح اليوم في عدن كان هناك طبعا بعض عمل تقطع في الشوارع في خور بكسر، في المنصورة، أيضا في دار سعد وفي بعض مناطق عدن، مما أدى إلى قيام القوات التابعة للحكومة اليمنية خاصة في منطقة المنصورة بإطلاق النار في الهواء ومحاولة أيضا فرض ما تسميه هي بأعمال الشغب، وهذه الأعمال التي تتهم الحراك الجنوبي بها منذ يعني نحو 3 أيام من الخميس الماضي. طبعا حدث قتيل خلال هذه الإطلاق الرصاص وخلال محاولة فتح الطرقات، وأيضا أصيب 2 آخرين في هذا في إطلاق الرصاص هذا ومحاولة قوة أنفض الشغف كما تسميه. طبعا الحادث الآن، ربما كنت قبل قليل في منطقة خور مكسر وأيضا تجولت في شوارع عدن، خف الأمر قليلا، تبدو المدينة هادئة على نحو ما، لكن أثار الأحجار وأثار إحراق الإطارات ما زالت موجودة في الشوارع، ولكن ربما أن الهدوء عاد إلى المدينة مرة أخرى. طبعا يأتي هذا وسط مطالبات كبيرة بإقالة محافظ عدن وإقالة رئيس أو مدير أو قائد الأمن المركزي على خلفية ما حدث الخميس الماضي من مقتل 3 أشخاص على الأقل وجرح آخرين، في محاولة قوات الأمن أيضا منع بعض المتظاهرين الخميس الماضي من الدخول إلى ساحة كان ينوي فيها متظاهرون إقامة حفل بمثابة انتخاب الرئيس عبد المنصور هادي. أشكرك أحمد الشلفي من عدن.